الشبكه دلوقتي شغاله مع كل الاجراءات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي يا فندم، الشبكه دلوقتي شغاله بطاقه قد ايه؟ لانه كمان في لحظات الحظر هيبقى عندك اوقات عاليه جدا، وهيبقى عندك ناس هتستغنى عن المواصلات وتركب الوسيله الاضمن. ده موضوع مهم جدا. احنا لما طبعا لما صدر قرار دوله رئيس الوزراء بفرض حظر التجول اعتبارا من الساعه 7 مساء، فاحنا عملنا خطه تشغيل تعتمد اساسا على ان كل وسائل، ببساطه خالص، كل وسائل المواصلات بتاعتنا سواء المترو او السكه الحديد تكون في اماكنها في محطاتها النهائيه قبل الساعه 7 على الاقل بنص ساعه، على الاقل بنص ساعه. يعني القطر المترو اللي طالع من المرج رايح حلوان يطلع مثلا في توقيت، عشان ما اقعدش حياتك كلها حياتك بقى الساعه 5 وثلث والساعه 5 ونتوه الناس معانا، بيطلع في توقيت يمكنه انه يوصل محطه حلوان على الاقل الساعه 6 ونص، بحيث ان اللي نازل حلوان يقدر يروح بيته قبل الساعه 7. نفس الكلام اللي طالع من حلوان رايح المرج الجديده، نفس الكلام، يطلع في توقيت يمكنه انه يوصل برضه المرج الجديده قبل الساعه 7 بوقت كافي، 6 ونص مثلا، 6 ونص و5. القطر اللي طالع من المنيب رايح شبرا الخيمه، شبرا الخيمه رايح المنيب، اللي رايح من العتبه رايح الالف مسكن، نفس الكلام، لازم المترو يوصل قبل يعني توقيت الحظر الساعه 7 بنص ساعه، يبقى في مكانه. طيب يبقى في مكانه. نفس الكلام، واجل حضرتك للكثافه دلوقتي، نفس الكلام. القطارات كلها، رغم ان كان في ناس طبعا حاجزه مسبقا من الاسبوع اللي فات تذاكر، ويمكن ده حصلت مشكله النهارده واتحلت فورا، وهقول لحضرتك عليها دلوقتي. بنقول برضو القطر اللي واصل اسوان هيطلع من القاهره الساعه 6 الصبح بحيث انه يوصل اسوان الساعه 7 مساء، 7 الا ربع مساء. طب اللي طالع من اسوان رايح القاهره نفس الكلام، اللي رايح من القاهره رايح اسكندريه، اسكندريه القاهره، الضواحي، الاقاليم، فعدلت توقيتاتك كلها عشان تضمن انها جوه الـ جوه الـ جوه المواعيد. طبعا في بقى قطارات احنا قلنا المحطه النهائيه بتاعتها مثلا هتبقى المنيا او هتبقى اسيوط في نص المسافه. ف كان في بعض الناس من اهالينا كانوا حاجزين من الاسبوع اللي فات مثلا، لا ده هو جاي من الاقصر او من اسوان رايح القاهره، فهو معاه تذكره القاهره، لما وصل المنيا طبقا لخطه الترجيح اللي حطيناها واللي صدقنا عليها، القطر دخل المنيا وقف. فطبعا في ناس استغاثت، وفي ناس اتكلمت وكلمت الداخليه، السير وزير الداخليه كلمني، دوله رئيس الوزراء عرضت عليه، صدق ان القطارات، عشان حياتك بس تعرف ان الحكومه كلها بتشتغل فريق واحد، كلها همها وشغلها الشاغل هو خدمه المواطنين وحل المشاكل على طول لحظيا. اتكلمنا، نسانا، عرضنا على رئيس الوزراء، امر ان القطارات اللي فيها افراد تكمل رحلتها حتى محطتها النهائيه، حتى لو كنت احنا في المحطه قلنا يا اخوانا خلي بالكم القطر ده نهايته المنيا او القطر نهايته اسيوط، طالما في القطر فيه ركاب فاحنا كملنا بالقطارات، استأنفنا تاني، الشبكه كلها اشتغلت تاني عشان توصل. والقطر اللي كان فيه يعني ناس من اهالينا ركاب واقف في المنيا واقف في اسيوط، دلوقتي هو على مشارف القاهره علشان يوصل الناس. وزاره الداخليه نسقت معانا، السيد وزير الداخليه شخصيا كلمني ونسق، وهنجهز اتوبيسات توصل الناس دي من محطه مصر ومن اسيوط الى اماكن سكنها.